هو اهلا شو ليش تسوي؟ نعش نعشنا ثلاثة عشر. الفنان البحريني القدير علي الغرير راسم الضحكة والبسمة الهادفة في الخليج، وهو أحد نجوم ورموز الحركة الفنية البحرينية والخليجية والعربية. عشق فنه واحترم جمهوره ليحفر اسمه في ذاكرة ووجدان أمته. الممثل البحريني المبدع علي الغرير ولد في 30 سبتمبر 1969، حيث بدأ حياته الفنية في تسعينيات القرن الماضي لدى ظهوره الأول في مسلسل رحلة العجائب، وتلته مشاركته فيما يزيد عن 50 مسلسلاً و13 عملاً مسرحياً، حيث اشتهر وبزغ نجمه في البحرين ومنطقة الخليج بأدواره الكوميدية والمتنوعة في العديد من الأعمال الفنية التلفزيونية والإذاعية والسينمائية. كما تفرد الفنان الراحل بنشاط أعماله المتميزة في المجال المسرحي البحريني. دفعت بلا عن أمرك يا أخوي، هذه السالفة تخليك تسوي في روحك كذي؟ والرهن اللي بيني وبينك الحين وقته، مدام أن أنت صج بتموت الحين. رحلة ومسيرة عطاء كبيرة تكللت بحس إنساني مرهف وأخلاق حميدة اشتهر بها الراحل الفنان الكبير علي الغرير طيب الله ثراه، ليرحل مترجلاً عن عالمنا منتقلاً إلى جوار ربه في 12 يناير 2020، تاركاً الأعمال الفنية الهادفة التي تنوعت بثرائها وزخمها بين محبيه وقاعدته الجماهيرية العريضة الذين اعتادوا الاستمتاع بفنه، ولتظل سيرته حية عطرة خالدة بأصالة منجزاته الإبداعية الفنية التي لامست قضايا مجتمعها عاكسة الهوية الخليجية والعربية والإسلامية. إذن مشاهدينا الكرام، حزن عميق يعيشه نجوم الخليج بعد خبر رحيل الفنان البحريني الكبير علي الغرير، حيث نعى عشرات النجوم الراحل عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وعبروا عن عمق حزنهم بكلمات عكست حجم المصاب ومرارة الفقدان. معنا اليوم عبر الهاتف الفنانة سعاد علي. السلام عليكم فنانتنا. السلام عليكم. الموت حق والحمد لله على كل حال. الله يرحم أبو خالد وغمد روح الجنة وآخرة ما فيها عذاب، الله يسكن فسيح جناته. أمين. احنا اليوم يعني نقول الحمد لله على كل حال، انصدمنا بهذا الحدث المؤلم. لو بني نتكلم عن علي، علي بتكلمين عنه كأخ أو كصديق أو كفنان أو كإنسان، لمواقف كثيرة الواحد لما يذكرها يعجز بأنه هو يقولها وتكلم فيها كثيرة جدا. علي لما تقبل عليه بمحياه المبتسم، كان يحب الكبير والصغير. علي لي مواقف كثيرة معاه. الله يرحمه. الله يرحمه. علي أول ما يجي في ذاكرتي أي عمل كوميدي كنت أقول علي. لما نكون إحنا ماشيين في أي مكان يسألوننا وين طفاشو ونسهلو اليهال، كنا نقول موجود، وهو بيظل موجود في ذاكرتنا وذاكرة الكل. هذا البسمة الجميلة الضاحكة اللي دخلت كل بيت وكل قلب ودخلت في قلوب اليهال قبل الكبار. علي اليوم في تشييع جنازته كان كثير من الناس اللي تودعه، وهذا شيء يعني يثبت مدى علي
هيبته وحبه للناس اليوم شفناه. رحمة الله عليه أبو خالد، رحمة الله عليه أبو خالد، لمواقف إنسانية كثيرة كان يسويها بدون ما يتحكى، بدون ما يتكلم، كان في غاية الكتمان في زيارات حق المرضى أو زيارات حق الجميع. يعني علي كان أخ لما يشتكي لهمك أو يكون مضايق من موقف كان يستمع لنا. علي ما كان ينادي أي وحدة من زميلاته سواء كانوا في البحرين أو في الخليج إلا أختي، ما كنت تسمعين مني كلمة غير أختي. هذا الأخ العظيم الجميل احنا ودعناه، ودعناه وراح يظل في الذاكرة، ما راح ننساه، رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. اللهم أمين، اللهم أمين. رحم الله الفنان علي الغرير وأسكنه فسيح جنانه يا رب العالمين. حقيقة هو مصاب جلل وفقيد على الوسط الفني، وفقيد أيضا سوف نفتقده نحن أيضا كجمهور عريض حقيقة لهذا الفنان المتميز المبدع. علي بصمته في الفن بصمة موجودة، هي خلقت الضحكة، خلقت البسمة على شفاه الجميع. علي أكثر سفراتي وروحاتي وياياتي كانت مع علي. احنا العام سوينا مسلسل علي، صج إنسان جميل، عمرك ما تقبلين عليه إلا مبتسم، عمرك ما تسمعين منه إلا الكلمة الطيبة. وهذا يعني لو سألتي أي أحد بالشارع راح يجيب عليك بهذا الشيء. علي تلقينا في كل المحافل لبصمته، في كل المحافل الوطنية والغير وطنية. علي كان في صدد أنه يقدم عمل مسرحي قريب حق الأطفال، فكان دائما في باله أنه هو كل عمل يقدمه كان حريص على أنه يوصل للطفل قبل الكبير. علي أعمال المسرحية اللي قدمها الخاصة فيه كانت تحاكي الطفل، كان محب للطفل، للطفولة. هو علي جميل بقلبه، جميل بقلبه، الله يرحمه. الله تعجز الكلمات وتعجز أي كلمة نبي نقولها في حقه، نعجز احنا نقول اي شيء في حقه. انا فقدت اليوم صديق انا مقدره وأخي. حقيقه مدى تاثرك فنانتنا سعاد علي، وتاثرنا جميعا حقيقه. رحم الله علي، ليس يعني لا نملك الان الا الدعاء والرجاء من الله سبحانه وتعالى ان يسكنه فسيح جناته. وابي اشكر كل من عزانا من اخواننا الخليجيين وكل من اللي قاعد يحضر العزاء، نوجه لهم الشكر والتقدير، وهذا اندلدل على المحبة والتواصل الجميل اللي كان بينهم وبين علي. فعلي يستحق، وشكرا شكرا جزيلا. رحمه الله، رحمه الله. لكم كغناء رسمية كل الشكر بهذا التقدير وهذا الاهتمام، فهو ولدكم. طبعا طبعا، لا شك لا شك. وجزاكم كل خير. جزاك الله خير أنت أيضا، وشكرا جزيلا. وأسكنه إن شاء الله رب العالمين فسيح جنانه، وألهم أهله جميل الصبر والسلوان يا أرحم الراحمين. شكرا شكرا جزيلا لك فنانتنا سعاد علي، الله يصبركم إن شاء الله.